السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين، وحياكم الله في هذه المتابعة لأحداث اقتحام ميليشيا الحشد المنطقة الخضراء وتطويق المقار الحكومية عقب اعتقال القيادي في هذه الميليشيا قاسم مصلح، وهو متهم بتنفيذ أعمال اغتيال لناشطين في التظاهرات وعلى رأسهم فاهم الطائي وإيهاب الوزني. وعقب استعراض الميليشيات وتهديدها بإسقاط الحكومة أطلق سراح مصلح الذي اعتقل بتهمة الإرهاب. نرحب مشاهدينا بدءا بضيفنا في الاستوديو العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم الله. وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من كوبنهاجن السيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي ومعنا الآن، مرحبا بكم سيد عبد الله. أهلا بك أخي الكريم وضيفك الكريم. ومعنا أيضا نرحب بالدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف من بغداد عبر الهاتف، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، مرحبا بك دكتورة آلاء. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. إذا قبل أن نبدأ حوارنا مشاهدينا الكرام فنشاهد تقرير الآتي الذي أعده قسم الأخبار في قناة الرافدين ثم نعود. هو شبه انقلاب أو يكاد ما عاشته بغداد بالأمس، بتثبيت للواقع الذي يعلمه الجميع من سيطرة الميليشيات على الدولة في العراق، حيث لا حدود تمنعها من الاستعراض العسكري حتى في المنطقة الخضراء. وبالفعل كان لميليشيات الحشد ما أرادت بإطلاق سراح القيادي فيها قاسم مصلح المتهم بجرائم حرب وقتل ناشطين من بينهم إيهاب الوزني في كربلاء. إلا قتله، ما أخليك عايش لو يظل من عمر يوم، يعني لحد ما قبل شهر قبل موت هم مهددة نفس التهديد، قام يدز وراء مطورات يلوفن داير مداير. على الجانب الآخر بدأ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حائرا بين صراع الدولة واللا دولة خائر القوى، بعدما حاصرت الميليشيات منزله ومقر الحكومة ليفضل في النهاية إطلاق سراح زعيم ميليشيات الطفوف مسلما بالهزيمة أو راضيا بها. فهي ليست المرة الأولى التي تقتحم الميليشيات المنطقة الخضراء، حيث سبقها اقتحام ميليشيات ربع الله في أذار الماضي، والتي ذهبت أبعد من ذلك للتهديد بقطع أذني الكاظمي نفسه. هي بداية النهاية للكاظمي تقول الميليشيات ومن ورائها النواب الموالون لها في البرلمان، في تصريحات تعكس من المتحكم الرئيس في الدولة في العراق. ما عندي حزب. ففي الوقت الذي يؤكد الكاظمي أن لا حزب سياسي له، تبدو التساؤلات مشروعة عمن أوصله إلى كرسيه وعن الثمن الذي دفعه للوصولها هنا بعدما عجز غيره، وهو الذي وعد بإنهاء فلتان سلاح الميليشيات وفشل، ليترسخ بعدها اعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين كنمط سائد حتى من قبل القوات الأمنية التي يشرف عليها بنفسه. أطلق سراح قاسم مصلح أم لم يطلق خبر لم يعد يعني المتظاهرين في العراق الذين قرروا الاستمرار في تظاهراتهم لاستعادة الدولة المختطفة من الميليشيات الموالية لإيران وطبقتها السياسية التي تريد تفصيل الانتخابات القادمة على مقاسها، في وقت تبدو الموجة الحالية من التظاهرات أقوى من سابقاتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية، ونبدأ من الدكتورة آلاء عبد اللطيف من بغداد، مرحبا بك دكتورة آلاء معنا. كيف قرأتم ما حدث أمس من اعتقال قاسم مصلح ثم إطلاق سراحه؟ نعم، مرحبا بحضرتك وشكرا للاستضافة، وأرحب بضيفيك الكريمين وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا ومرحبا. حقيقة أنا أحب بالبداية أن أعزي الشعب العراقي بسقوط دولته، هذه الدولة العملاقة التي زاد عمرها على 7000 عاما، ودعنا لا نتحدث عن 7000 عاما المنصرمة، خلينا بالمئة عام المنصرمة، 80 سنة من عمر الدولة العراقية بنوعيها الملكي والجمهوري، اعتلاه
سلطتها ناس بنات بالرغم من اختلافنا في الكثير من المناهج التي انتهجوها، سواء اتفقنا معهم أو لم نتفق، هم كانوا بنات لهذه الدولة. أما 20 سنة الأخيرة، 18 سنة الأخيرة، فلم يشهد العراق عملية هدم ممنهج مثل ما شهده قاده في هذه 18 عاما منذ قدومه لسنة 2003 ولغاية اليوم. الأحداث البارحة حقيقة أثبتت أن الدولة تمتلك كيانين متوازيين، كيان يسمى بالدولة واللي هو لا وجود له. نعم دكتورة آلاء، فقدنا الاتصال إذن بدكتورة آلاء، سنحاول الاتصال بها مجددا. إذن دكتور حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام، نجدد ترحيبنا بك. هل ما جرى دكتور أمس كان اعتراضا حقيقيا برأيك من هذه الميليشيات فعلا، أم أنه يندرج يعني في سياق استعراض القوة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيوفك الكرام والتحية لمشاهدي قناة الرافدين، حياك الله. نعم، في البداية دعني أقول في تقديري إن ما جرى بالأمس هو يكشف حقيقة الدولة العراقية التي قامت بعد عام 2003. هذه الدولة التي قامت على أسس طائفية وقامت على أساس فساد النظام السياسي وتبعية هذا النظام السياسي للخارج، بدأت تتكشف الأوراق يوما بعد يوم. ما جرى بالأمس هو أنه السلاح الذي يوجد خارج المنطقة الخضراء التي تمتلكه دولة موازية، لا أقول حشد وإنما أقول حشود في العراق، قامت بتطويق المنطقة الخضراء التي يسيطر عليها الكاظمي. الكاظمي الآن أستطيع أن أقول أن هذه السلطة هي عاجزة، فاقدة للسلطة، فاقدة للإرادة السياسية، وضعيفة وغير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات. الغريب في الأمر بأن هذه الحادثة هي ليست الأولى مع الكاظمي، وإنما هي الحادثة الثالثة أو الرابعة الآن، وتقوم الميليشيات بنفس السيناريو التي قامت به في الفترة الماضية، منذ خلية الدورة تباعا إلى استعراضهم في الفترة الماضية عندما تم إصدار أوامر بإلقاء القبض على عدد من الشخصيات التابعة للحشد الشعبي، وصولا إلى يوم أمس. جميع هذه الحوادث التي جرت كان هناك إشكال ما بين حكومة الكاظمي وما بين الحشد، وبالتالي يفرض الحشد إرادته بقوة السلاح على حكومة الكاظمي. فإذا كان الكاظمي ضعيف إلى هذه الدرجة، فما الداعي لإجراء مثل هذه الأمور في هذه الفترة، بحيث تتحول البلاد إلى فوضى عارمة وينقلب سلاح الدولة على الدولة؟ ما جرى بالأمس هو انقلاب وتمرد واضح. يعني إذا ما قلنا بأن الحشد مؤسسة عسكرية ويأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، فأنا أعتقد بأن ما جرى بالأمس هو تمرد كامل بأسلحة وأمام الجميع على القائد العام للقوات المسلحة. ممكن أن نتابع تفاصيل هذا التمرد الذي وصفته دكتور، ولكن لنعود مرة أخرى إلى الدكتور آلاء عبد اللطيف من بغداد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. كنت تتحدثين دكتورة آلاء عن سؤال كيف قرأتم ما حدث أمس من اعتقال قاسم مصلح ثم إطلاق سراحه، تفضلي. نعم، احنا بالنسبة لنا كقوة شعبية موجودة على ساحات التظاهر لم نرى بما حدث من البارحة سوى مسرحية متفق عليها ما بين حكومة الكاظمي وما بين قوى الحشد التي قامت بدورها بالتمثيل المسرحي على أتم وجه. حقيقة الكاظمي هو لم يكن من خارج تلك المنظومة، هذا الرجل منذ ما يقارب 7 أعوام هو يترأس جهاز المخابرات العراقية، والحقيقة هو هذا الجهاز هو عبارة عن ميليشيا وليس جهاز حكومي. كثير من الناشطين وكثير من الشباب اللي تم اعتقالهم بهذا الجهاز من خلال يعني كوادر هذا الجهاز تعرضوا لإساءات فظيعة لا يمكن أن يتقبلها أي إنسان محترم أو إنسان يمتلك ذرة الكرامة. القصد منها
انه هم يخلقون نوع من الاحتقار الذاتي الشخص لنفسه لما مورس تجاهه. هذه البارحة اللي كانت العملية كانت عملية للتغطية على الجرائم التي اقترفت في يوم 25 أيار في هي عملية إعادة زخم الثورة. الكثير من الشهداء فقط في غيار إعلامي متعمد لتغطية ما حدث في الشارع. بنفس الليلة وبنفس اليوم ترى أنه هذا الشخص يعتقل والأضواء تسلط على عملية اعتقاله والإعلام يسلط على عملية اعتقاله يعني أيضا جميع القنوات الفضائية تركز على محاصرة الخضراء وغير الخضراء كلها لأجل التغطية عن الجرائم التي حصلت يوم 25. يعني أفهم من كلامك أن ما حصل تريدين أن تقولين أنه رسالة للفت الانتباه عن جرائم الحكومة والميليشيات بعد هذه المزرة التي وقعت في بغداد على أثر تظاهرات 25 أيار. هم جزء لا يتجزأ من بعض. هذه الحكومة ليست الحكومة الملائكية اللي اجت حتى تخلص لها من 9 أيار السنة الماضية ولغاية الآن كم واحد أطلق؟ أي واحد من هذه الوعود اللي أطلقها حققها؟ حقق ولو جزء بسيط منها. يعني حاول يخلي الإعلام يركز على أنه مطالب هؤلاء الثوار اللي موجودين بالساحات هي مطالب لأجل من قتلني فقط. من قتلني هذا واجب أخلاقي على الحكومات أن تحمي كرامة وحياة مواطنيها. إذا هو ما قادر يحمي كرامة وحياة المواطن كيف راح يقدر؟ أصلا هو حتى ما قادر على حماية نفسه. كم مرة هددوه قالوا نحن راح نقطع أذانك؟ هل إيمان يوجهوا لي إنسان عديم الكرامة هو؟ يعني عيب عليه ظل منصبه وهو تساق إلى الإهانات من كل حد بوصف. كيف رح يأمن عملية انتخابية مثل ما يدعي أنه هو جاء لترتيب انتخابات مبكرة وهو ما قادر حتى على حماية نفسه؟ طيب سأعود إليك دكتورة ألا هم يتبادلون الأدوار بالإجرام. سأعود إليك ولكن قبل أن نعود إلى الدكتور حاتم نرحب من جديد بضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن سيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم مجددا أستاذ عبد الله. إذا ما الرسالة برأيك التي أراد أفراد هذه المجموعات أو الميليشيات إيصالها من أحداث الأمس والدفع بعصابتها أو قوتها إلى المنطقة الخضراء ثم اقتحامها؟ تحياتي لك ولضيفيك الكريمين ونشد على يد الدكتورة علاء المرابطين الذين يعملون بجهد من أجل العراق ونشكر جميع من شارك في هذه التظاهرات نيابة عن شعبنا العظيم. هذه بداية. أما الرسائل التي يبتغيها الميليشيات من هذه التحركات هذه أو غيرها هذه لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة. الرسالة الأساس التي توجهها إلى الشعب العراقي حقيقة وليس إلى المنطقة الخضراء أنه نحن قادة الدولة ونحن نأمر ونحن ننهي ونحن من لا نقبل بتجاوز أي عمل يرفض وجودنا ونحن الذي نهيمن على السلطة ونحن الذي نرتهن إرادة الشعب العراقي ونحن بيدنا السلاح ونحن بيدنا القوة. هذه رسالة إلى الشعب العراقي وليس إلى الحكومة. إحنا لو رجعنا قليلا وأتفق مع ضيفيك الكريمين بهشاشة مفهوم الدولة بالعراق. الدولة باعتبار موجز وملخص موجز وبسيط، الدولة وطن وشعب وحكومة مركزية فعالة تستطيع بسط إرادتها على جميع هذه الأراضي وتنفذ إرادتها على مجموع الشعب. لا. هذه الدولة من 2003 إلى اليوم مفقودة. لا تستطيع أي دولة أي حكومة تنفذ أي جزء من إرادتها على أي مجموعة منها. لكن العشيرة اليوم دولة وصل الضعف الآن إلى يعني مرحلة لا يمكن السكوت عليها إلى ذروته لنقول. بالتأكيد لأنه لما وجود عدم وجود دولة لا يمكن لشعب أن يعيش بدون وجود دولة.
فهذه مرحلة اللا دولة يجب أن تنتهي، ويجب أن يعيد الشعب علاقاته بشكل سليم وجديد حتى ينشئ دولة. إحنا بدون دولة لا يمكن أن نعيش، عندنا أرض ولكن لا دولة. هذه الأرض يعني لا يوجد في التاريخ السياسي اليوم وحتى القديم أنه يوجد مصطلح معروف اسمه الأرض المتنازع عليها، لا توجد في أي دولة هذا هكذا تعريف، لا يوجد في أي دولة العشيرة هي اللي تحكم، لا يوجد في أي تعريف فصيل مسلح يدخل على المنطقة الخضراء أو ينطق على مركز الدولة ويحتل محافظة أخرى. يعني هذه التصرفات تؤكد لنا أنه إحنا في مرحلة اللا دولة، وعلى الشعب وما يطلبه الشعب هو إعادة الدولة، إعادة الدولة، إقامة دولة. نحن نريد يعني شعبنا يريد إقامة دولة ويناضل من أجلها يعني. نعم. فالرسالة ضد الشعب وليس ضد حكومة المنطقة الخضراء، لأن منطقة الخضراء لا تشكل إلا سوى برأي الحشد وبرأي الميليشيات كلها وبرأي إيران هي مجرد واجهة إدارة بلدية ليس أكثر، يعني تؤدي واجبات بسيطة جدا. أما القرار الأمني السلم والحرب وإدارة شؤون الدولة والمفاوضات مع دول الجوار أو غيرها، هذا كله بأمر الحشد وبأمر إيران. طيب الآن معنا أيضا من عمان السيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي معنا عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك أستاذ حسين معنا. إذن ما الرسالة التي أرادت الميليشيات عبر أحداث أمس إيصالها إلى ما يحدث داخل العراق وخارج العراق أيضا؟ ربما هناك رسالة خارجية أيضا من مما حصل. يعني هو ما حصل يعني يتكرر منذ سنوات في العراق وليس من الآن. نعم. يمكن كل مرحلة نستذكر فيها مشكلات سابقة بهذا الاتجاه. ما جرى هو تقديري يعني تعبير عن عدم وجود مركزية في الدولة العراقية، وأن لدينا دول في العراق وليست دولة. ومراكز النفوذ والقوة متصارعة بإرادات خارجية، سواء كانت للولايات المتحدة أو للجوار الإيراني أو لغيره. يعني هناك مراكز قوة اليوم في السلطة في العراق هي من تقرر. المؤسف ولكن سلطة اليوم الميليشيات هي الحشد الشعبي الذي هي الأقوى. المؤسف أنه الحشد الشعبي الذي يعني تشكل بقرار من المرجعية الدينية في العراق أصبح كأنه يعني هو حرس ثوري عراقي. سواء ولم نعد نعرف حشد المرجعية من الحشد الولائي، ولم نعد نعرف هل المرجعية في العراق لديها ولاية عامة أو ولاية خاصة. يعني عندما تستمع إلى هذا المتهم أو الذي تم اعتقاله تجد أنه مصلح الخفاجي قاسم مصلح، تجد أنه هو من حشد المرجعية وليس من الحشد الولائي. صحيح. ولكن لما تشوف الاستنفار الذي حصل، الكل تكاتف ضد الدولة كدولة أو محاولة الدولة. يعني لو الدولة عادلة وجدية وغير فاسدة لن يستطيع هذا الحشد أو غير هذا الحشد أو كل هذه الحشود أن تقف في وجه الدولة فعليا، بس لأنه هم فعليا ممسكين بالسلطة السياسية والسلطة الاقتصادية، ممسكين بالشارع، ممسكين بالفتاوى الدينية، ممسكين في كل تلابيب البلد. طيب. ويغطيهم الفساد والكل، والحزب الأكبر هو الحزب الفساد الذي يغطي كل الجرائم بحق العراقيين والعراق. طيب أستاذ حسين سأعود إليك وإلى ضيوفي الكرام الآخرين، ولكن دعنا نعود إلى العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بك. تحدث قبل قليل أستاذ حسين وقال إن مصلح يعني ليس محسوبا على الحشد الولائي، ولكن قبل ذلك أنت تحدثت أن ما حصل هو ليس المرة الأولى بل الثالثة، ووصفت ما حصل أيضا أمس بالتمرد. تفضل. نعم. بداية هو هذا الشخص الذي تم إصدار مذكرة إلقاء القبض عليه كان في بداية تشكيل الميليشيات يعود إلى ميليشيا علي الأكبر التي تتبع إلى مرجعية النجف. نعم. ثم بعد ذلك تم فصله من هذه الميليشيا ثم انتقل إلى لواء الطفوف.
وهذا لواء الطفوف معروف الآن بالولاء إلى الولي الفقيه في إيران. هو الآن هو آمر لواء 13 حشد الشعبي في محافظة الأنبار الذي يعتبر منصبه يوازي قائد فرقة في الجيش العراقي. هذا فيما يخص الحشد. هذه الحشود أنا أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في بنية هذه الحشود منذ البداية. يعني منذ البداية هذه الحشود كانت لا تأتمر بإمرة الدولة، صحيح. وبالتالي استمر هذا الأمر واستفحل إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. المشكلة بأنه جميع الطبقة السياسية التي حكمت العراق أصبحت فاقدة للشرعية الآن في العراق، بما فيها حكومة الكاظم الآن التي تعتبر حكومة ضعيفة وغير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات، لأنه جميع الدلائل التي مررنا بها في الفترة الماضية تعطي معطيات حقيقية بأن هذه الدولة لا تريد المواجهة مع هذه الميليشيات، وبالتالي من أمن العقاب أساء الأدب. وبالتالي طالما أنه لا يوجد حساب ولا يوجد عقاب لهذه الميليشيات، هي تتجرأ كل يوم أكثر من الفترة السابقة. مقابل هذا الشيء هناك الآن غضب شعبي كبير جداً، هناك نستطيع نقول طرح جديد في الشارع العراقي، هناك وعي سياسي ونضج سياسي في الطرح، هناك تنظيم لهذه المظاهرات بشكل كبير جدا، هناك رؤية مستقبلية يقودها الشباب في جميع هذه المحافظات. اصطدام هذه الإرادات ما بين الحكومة والطبقة السياسية وما بين المتظاهرين الذين ينادون باستعادة الدولة وفرض القانون، هناك إشكال حقيقي، لأنه الدولة ضعيفة وغير قادرة على العمل لفرض سيادة الدولة وفرض القانون. لذلك ستبقى هذه المشكلة مستمرة، يعني لأنه بالأصل حكومة الكاظمة من جاء بها إلى الحكم جاءت بها هذه الميليشيات، وهناك اتفاقات ما بين الطرفين على أن تستمر الأمور على ما هي عليه. لذلك أنا أعتقد بأنه لن يستطيع الكاظمي أن يفرض إرادة الدولة خلال هذه الفترة طالما أنه لا يوجد حساب، وهذا التفلت الآن الذي يجري سواء لمصلح أو لغير مصلح. يعني الكثير من الاغتيالات حصلت في الفترة السابقة، لم تقدم الدولة أي شخص إلى المحاسبة الحقيقية أمام المحاكم العراقية، لأنه أصلاً دوائر الدولة هي مخترقة كما مخترقة الأجهزة الأمنية. يعني عندما يريد الكاظمي الآن أن يواجه لن يستطيع هذه المواجهة، لأن هناك مفاصل حساسة في أجهزة الدولة العراقية التي دمرتها الطائفية ودمرها المحاصصة الطائفية التي جاء بها الاحتلال، أصبحت مخترقة بشكل كبير جدا من هذه الميليشيات، وأصبحت هذه المؤسسات ضعيفة غير قادرة على أن تعمل بقوة لكي تقول بأن هناك حكومة قوية ذات إرادة سياسية وقادرة على فرض. رغم أنه الدولة. رجل أمن يعني كان من المخابرات. نعم أنا أعتقد بأنه هو بالأصل رجل إعلامي، يعني جاء لفترة معينة عمل في جهاز المخابرات، لا يمكن أن نعطي هذا الرجل أكبر من حجمه. هذا الرجل بالأصل إعلامي وهو ضعيف، شخصية ضعيفة ومهزوزة وغير قادر على إدارة بلد مثل العراق بحجم هذه التحديات الكبيرة وبحجم هذا الاختراق الكبير والتبعية للخارج. لذلك ستبقى هذه القضية يعني مستمرة في العراق طالما بقيت هذه الطبقة السياسية. نعم، إذن نعود من جديد إلى دكتور عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب من كوبنهاجن. دكتور عبد الله، القيادي في ميليشيا الحشد أبو علي الكوفي تعقيبا على ما حصل من أحداث أمس قال بالنص، يعني نحن أمة الحشد هكذا قال، ماذا أراد بهذا التصريح ومن المخاطب بها حسب وجهة نظرك؟ بداية أنا مو دكتور، يعني هذه نقطة. الشيء الآخر الأهم في الموضوع، أنا يعني حقيقة أذهب إلى جهل المتحدث عن مفهوم الأمة، لأنه ما ينطبق على الحشد ليس له علاقة بمفهوم الأمة. الأمة تعريفها السياسي ومفهومها الاجتماعي يختلف عن الحشد. الحشد مجموعة عسكرية تمتلك سلاح، الأمة كيان اجتماعي واضح يخضع لسلطة سياسية. هذا الفرق. أنا أميل إلى جهلة في استخدام الكلمات، لأنهم يعني ما شاء الله عليهم الجهل، يعني عندهم دستور. أنا أذهب إلى جهله هذه أولا. أما ما يقصده هو بالأساس من وراء كلمته هو تهديد للشعب العراقي، لأنه بالمفهوم العام السياسي عند العراقيين، المفهوم العام السياسي والديني، أنه من كأي إنسان خارج الأمة يعتبر خارج عنها، منبوذ منها. هذا المقصود، يعني المقصود هو تهديد الشعب العراقي، أنه أنتم إذا لم توالونا
إذا أنتم لم توالونا لم تتفقوا معنا، أنتم أعداءنا ونحن مستعدين لقتلكم فردا فردا. إذا أمس كان إيهاب وقبله فاهم وقبله 700-800 شهيد أو أكثر، اليوم مستعدين نقتل الشعب العراقي ونبقى. وقالها الجعفري صراحة، يبقى الشعب العراقي 12 مليون ونأتي بمليون إيراني يحكمه. هذا هو مفهوم الحشد، وهذا ما يقصده المتحدث باسمه. أنا أميل إلى جهله بمفهوم الأمة، وتهديد هو عبارة عن تهديد الشعب العراقي. من هنا أستاذ حسين العليان ضيفنا عبر الهاتف من عمان، كاتب والباحث السياسي، هل تعتقد بعد ما حدث أمس أن هذه الميليشيات استطاعت أن ترسخ نفوذها في العراق، أصبحت يعني فوق الدولة بشكل واضح في هذه المدة الأخيرة، ولا سيما بعد حالة الضعف التي تحدثنا عنها والتي تعاملت معها الحكومة مع هذه الواقعة؟ يعني نعم يا سيدي، نحن دولة الميليشيات ولسنا دولة. يعني ليس هناك في العراق دولة بمفهوم الدولة، يعني مركزية الدولة. كل الأحزاب الممسكة بالبرلمان لديها ميليشيات، وخارج الأحزاب الممسكة بالبرلمان أو بالعملية السياسية هناك ميليشيات لدول الجوار. وهذه الميليشيات اليوم يعني تنفذ أجندات الصراع الإيراني الأمريكي. هناك صراع أمريكي إيراني على أرض العراق قبل بالوكالة. يعني ما حصل مع قاسم مصلح أنه مرة ألقت عليه قوة مشتركة أمريكية إلى آخره. الفصائل الحشد والحشد لم نعد ندري هذا الحشد مرجعيته رئيس الوزراء ولا مرجعيته خلال الحدود ولا مرجعيته هو المرجعية الدينية في كربلاء والنجف. الأمور سايبة في العراق، وكل يوظفها وفق ما يشتهي وفق ما تخدم مصالحه. يعني لا تحدثني عن أن هناك دولة في العراق وأن رئيس الوزراء ضعيف ورئيس الوزراء قوي. في أوج رئيس الوزراء القوي الدكتاتور المدري شو اسمه نور المالكي، كان الفلتان الأمني والحشد وإلى آخره مستمر في هذا الموضوع. كلها سواء. اليوم من يمسك بالدولة هم ميليشيات تتحافظ على أسس طائفية، والباقي يعني والإرادة العراقية تشوفها تقتل في الشارع بمظاهرات استمرت لمدة سنتين دون أن تؤتي بنتائج سياسية، والعراقيين في الشارع بمئات الألوف. الأزمة في العراق يا صديقي هي أزمة صراع إقليمي ما بين الولايات المتحدة والإيرانيين. هناك صراع حقيقي على من سيستولي على العراق، من سيفرض إرادته في العراق. الولايات المتحدة تتلاعب بنا. الولايات المتحدة ما خسران شيء من جيبتها، ولا الإيراني خسران شيء من جيبته ولا من دمه ولا من ماله. نعم. طيب. هناك صراع للاستحواذ على إرادة العراقيين. نعم سيد حسين. هذا الشارع. سأعود إليك مرة أخرى وإليكم مشاهدينا الكرام، فنتوقف الآن إذن مع هذا التقرير المصور. فليست المرة الأولى التي تقتحم فيها الميليشيات المنطقة الخضراء وسط بغداد، إذ سبقتها عدة استعراضات مسلحة فضلا عن محاصرة مقر حكومية، مما عزز الحديث عن اضمحلال مفهوم الدولة في العراق مقابل سيطرة الميليشيات. إذن أبرز ممارسات هذه الميليشيات التي تؤكد أنها فوق دولة نشاهدها في سياق التقرير الآتي.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة لأحداث اقتحام ميليشيا الحشد المنطقة الخضراء وتطويق المقر الحكومية. نعود من جديد عقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسم. هناك من يرى أستاذ حاتم أنه هذه الميليشيات يعني تريد أن إرسال رسائل للخارج مفادها أنها قوية ولا يمكن تجاوزها في معادلة القوة في العراق وفي الإقليم، إلى أي مدى ترى صواب هذا الرأي؟ نعم، لا شك بأنه الميليشيات تريد إيصال مثل هذه الرسائل، وقد أوصلت الكثير من الرسائل بالهجوم على مطار أربيل أو الهجوم على قاعدة عين الأسد. الآن قسم من التحليلات أو قسم من التسريبات تقول بأنه مذكرة الاعتقال لقاسم مصلح جاءت على خلفية استهداف القواعد الأمريكية في العراق في الفترة الماضية، وخاصة قاعدة عين الأسد التي تقع في محافظة الأنبار ضمن قاطع عمليات اللواء الذي يسيطر عليه قاسم مصلح. هذا واحد. المسألة الثانية، هناك تهم أيضا بالفساد لهذه الميليشيات إضافة إلى التهم بقتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية. المشكلة بأنه هذه الميليشيات أسلحتها من الدولة، رواتبها من الدولة، شرعيتها الآن في العمل في العراق هي من الدولة أيضا، وتستخدم هذه الأسلحة وهذه المقومات والرواتب وما إلى ذلك لمهاجمة الدولة. يعني هذه الحادثة مثل ما تفضل التقرير قبل قليل هي ليست الحادثة الأولى. يعني كان يجب على الكاظمي أن يتخذ العديد من الإجراءات لمنع تكرار هذا السيناريو مرة أخرى، خاصة في العاصمة بغداد. مثلا كيف؟ لديه الآن قيادة قوات بغداد، لديه وزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها، لديه قوات مكافحة الإرهاب في بغداد أيضا، هذه القوات التي تعتبر قوات النخبة، لديه أجهزة أمنية وأجهزة عسكرية كثيرة جدا، من الأمن الوطني، الاستخبارات، المخابرات. كان يستطيع أن يفرض الكثير من القيود على تنقل هذه العجلات. يعني لا يجوز لهذه الميليشيات أن تقوم بالسيطرة على جسر المعلق الذي يربط المنطقة الخضراء بالجانب الثاني من بغداد. إذن هناك إشكال حقيقي في عدم اتخاذ إجراءات حقيقية. لماذا يظهر عجزه هكذا أستاذ حاتم؟ لا يستطيع أن يفعل هذه الأدوات التي ذكرتها. المشكلة بأنه يصرح بأني لن أخوض في الدماء. هذه القضية جرأت الكثير من الميليشيات على أن تفعل ما تريد في العراق. طالما أنت تتوجس من الدماء إذن نحن نخوض في هذا الأمر ولن تستطيع إيقافنا، طالما أنت لن تخوض في مواجهة. لا. التصريحات العلنية للكاظمي في الفترة الماضية جرأت الميليشيات بشكل كبير جدا. الحكومة يجب أن لا تصرح مثل هذه التصريحات، يجب أن تكون قادرة على أخذ زمام الأمور، وإلا ستكون بعض الحريات تؤدي إلى فوضى في العراق. هناك انفلات أمني في العراق الآن. هناك إشكال حقيقي في الأمن في داخل العراق نتيجة وجود دولة موازية للدولة العراقية تتحكم في مجريات الأمور في العراق. سواء كان في الشأن الأمني أو في الشأن العسكري أو في الشأن السياسي أو حتى في الشأن الاقتصادي. نحن أمام إشكال حقيقي في إدارة الدولة، لذلك نرى بأنه الدولة والحكومة الآن هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل في العراق. صحيح. يعني كيف ستجري انتخابات نزيهة في العراق لتغيير الوضع القائم كما وعد المتظاهرين في الفترة السابقة بأن ينسحبوا وشكلوا الأحزاب، وستكون هذه الأحزاب مشاركة في هذه الانتخابات لكي يتم تغيير الوضع القائم؟ لن نستطيع تغيير الوضع القائم طالما هذه الميليشيات تقول بأن السلاح موجود وأنها ستفرض إرادتها بقوة السلاح. ربما أيضا هذه رسالة لتجهيز الانتخابات للعام المقبل. أكيد، يعني رسائل متعددة إلى الداخل العراقي وإلى الخارج أيضا، بأنه من يتحكم في الشأن العراقي هي هذه الميليشيات. ولن نسمح بتغيير الوضع القائم طالما أنه بقيت هذه الحكومة عاجزة وضعيفة وغير قادرة على المواجهة. نعم. أيضا أستاذ عبد الله سلمان كاتب والباحث السياسي من كوبنهاغن عبر سكايب، المالكي وصف الميليشيات التي حاصرت المنطقة الخضراء وصفها بالمجموعات المسلحة، يعني لم يجرؤ على تسميتها باسمها الصريح. أين القوات الأمنية الأخرى، الجيش، الشرطة، كما تحدث قبل قليل الفريق أو العقيد ركن حاتم الفلاحي؟ يعني أين قوات مكافحة الإرهاب، أين الشرطة من هذا الاستخفاف بالقانون على الأرض؟ أشار ضيفيك الكريمين إلى كثير من أن القوات الأمنية المذكورة اللي يقودها الكاظمي رسميا وشكليا فقط هي مدمجة، يعني أغلبها
مدمجة، أغلبهم دمج. تأسست وزارة الداخلية منذ البداية تأسيس ميليشياوي، جاءوا بجميع أحزابهم خصوصا حزب الدعوة، وشكل المفاصل الأساسية لوزارة الداخلية، وبالأسماء موجودة عندهم، ومن ضمنهم عدنان الأسدي اللي توفي لاحقا. فهذا كانوا أعمدة وزارة الداخلية، هي تابعة لحزب الدعوة. وزارة الأمن الداخلي تابعة إلى بدر. القوات المكافحة الإرهاب نصفهم، نصفهم بالضبط تابعين للصدر. هاي المجموعات تابعة بولاءاتها إلى كتل سياسية معروفة بولائها إلى إيران، فلا يمكن لهذه القوة أن تتحرك. أما أن يوصفها هو كقوة مسلحة، بالتأكيد قوة مسلحة، هذه مسألة صارت ظاهرة للإعلام، لا بد وإن يعني يعطيها صفة معينة، لا يستطيع أن يقول إنها ميليشيا لأنه هو مؤسس الميليشيات، ولا يستطيع أن يصفها بالإرهابية لأنه الإرهاب فقط على الناس اللي تعارض النظام بشكل حقيقي. فالموضوع التسمية واردة يعني، وكل التشكيلات هذه الأمنية خالية من الصفة الوطنية لأنه تابعة لبرنامجها الحزبي، الدعوة وجماعة بدر، فهذه كل القوى والتشكيلات التابعة إلى رئيس الوزراء ليست لها قوة أو قدرة تحريك. الأوامر تصدر من الكاظمي وتلغى بتليفونات خاصة من هذه الجهات، والمالكي هو الذي يدير جميع هذه المؤسسات بأوامر دينية. كل مجموعة موجودة داخل فصيل عسكري معين في الأمن القومي، عفوا يسمونه الأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب، هؤلاء يمتلكون اتصالات مباشرة خصوصا المفاصل والقيادات، اتصالات مباشرة مع قيادات حزبية دينية تؤثر عليهم، وهي تعطيهم الأوامر التي يجب أن يلتزموا بها. أما الكاظمي فيعني أنا أعتبره يعني لعبة بيدهم ودمية ليس أكثر. أيضا ذكرنا قبل قليل أستاذ عبد الله يعني رسائل في أرادت هذه الميليشيات إيصالها في الداخل، ورسائل أيضا خارجية. ما الرسائل برأيك التي أرادت إيصالها هذه الميليشيات داخليا وخارجيا، وحتى بعض المقاطع التي يرسلها أفرادها هنا وهناك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الرسائل للداخل العراقي، نحن القادة، نحن الآمر الناهي، نحن الذي نسيطر على الدولة، نحن الذي نقود البلد. هذه رسالة الداخل وتهديد صريح واضح إلى الشعب العراقي أنه لا يمكن لكم تجاوز خطوطنا العقائدية التي نثبتها. هذا أما بالنسبة للخارج، الخارج بحقيقة الإقليم كله متواطئ معهم، يعني بلاسخر تروح تجتمع معهم، ولما تروح إلى الأمم المتحدة لا تقدم ما به الكفاية لصالح الشعب العراقي، ولم تعطي أي تقرير لصالح الشعب العراقي ولا حتى المتظاهرين. هي أحيانا تروح تمدح بالسلطة وبالميليشيات بشكل غير مباشر، والعالم كله متواطئ مع هذه الميليشيات. السبب هو الرسائل التي ما بين أمريكا وإيران. طيب أيضا أستاذ حسين العليان، يعني هناك من يعتقد أن هذه المجابهة والاستعراض الميليشياوي مع حكومة الكاظمي، المجابهة مع حكومة الكاظمي، هي رسائل إيرانية واضحة للأمريكيين في العراق أنهم موجودون من خلال ميليشيا الحشد أو هذه الفصائل الولائية. هل توافق على هذه القراءة؟ أنهم مش محتاجين يرسلوا رسائل للأمريكان، لأنه الأمريكان بيعرفوا كل التفاصيل، والأمريكان متواطئين بهذا الموضوع وغير جادين، ولا يعنيهم استقرار العراق ولا يعنيهم أي شيء في العراق. يعني حكومة، من يتحدث عن حكومة الكاظمي بأنها حكومة زعومة وحكومة وحكومة، حكومة الكاظمي لا تمتلك عضوين في البرلمان يؤيدوها، يعني بكرة بعد بكرة نفس هذه الميليشيات تسحب الثقة من حكومة العبادي إذا ما قرر ذلك.
إذا ما احتاجت أن تسحب هذه الشرعية عن حكومة الكاظمي، من يدعم الكاظمي في البرلمان؟ إذا كنا نظام برلماني اليوم في العراق، هناك كتل تستطيع أن تجمع تواقيع وتقيل الكاظمي وحكومته. يعني الموضوع مكشوف ومبين، ولا تستطيع الولايات المتحدة عند ذلك التي بنت النظام السياسي القلق في العراق والتي بنت المحافظة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا النظام القلق راق للدول الجوار وراقت المحافظة، لأنه كل واحد يأخذ من هذا العراق جزء، يعني التركي يأخذ جزء والإيراني يأخذ الجزء الأكبر والعربي غاب عن المشهد ويحاول أن يستعيد وجوده الشكلي في العراق. اليوم العراق بلد مستباح، ولا يجوز لنا الحديث عن أنه هذا هناك دولة في العراق اليوم. العراق اليوم في حالة انعدام وزن، العراق اليوم في حالة صراع، لن يحسم هذا الصراع إلا بتضافر جهد دولي إقليمي محلي. الإرادة المحلية العراقية اليوم غائبة ومصادرة لحساب إرادات ليست عراقية، شكلها بجوز عراقي لكن جوهرها ليس عراقي. طيب. هذا يبدأ من الكاظمي وينتهي بأصغر مراسل في أي دائرة مدنية وعسكرية في العراق. يعني العراق مقسم من تحت لفوق، ومقسم ثرواته ومقسم كل شيء في هذا العراق. هناك لدينا شكل هلامي من الدولة، لدينا موظفين ولدينا وزارات ولدينا وزراء، والحاكم الرئيسي هو الفاسد والفاسدين. واضح. نعم. من هنا عقد ركن حاتم، يعني بعد أحداث ليلة أمس لم يكن بيد الكاظمي إلا تشكيل لجنة تحقيق كالعادة، وصفها بالنزيهة والشفافة، والطريف أن حتى من بين أعضاء هذه اللجنة هم يعني من أفراد الميليشيات نفسها. نعم أكيد، الكاظمي بالأمس كان يمر في موقف صعب جدا. يعني هل يريد خداع مثل الرأي العام المتظاهرين، يريد أن يمسك العصا من الوسط بين الميليشيات والمتظاهرين؟ الكاظمي بالأمس كان في موقف محرج، كان يريد أن يتخلص من هذا الإحراج، يعني لأنه أولا لا يقوى على مواجهة هذه الميليشيات، وبالتالي يجب أن يكون هناك مخرج لهذه الأزمة التي أدت إلى انفلات أمني في بغداد، وأدت إلى تطويق مقار، وأدت إلى تهديد الحشد الشعبي بتدمير ما يقارب 75 مقر تابع للمخابرات العراقية إذا لم يستجب الكاظمي لهذه الضغوطات، إضافة إلى التهديدات التي أطلقت عليه. هناك عدد من الأمور يجب أن نقف عندها في هذه الزاوية، من ضمنها بأنه الكاظمي يقول تم إصدار أوامر إلى القوات الأمنية بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. نعم. السؤال كيف تم إطلاق الرصاص الحي بالأمس على المتظاهرين، علم أن هناك كل من دخل إلى الساحة للتظاهر تم تفتيشه من قبل الأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية تحيط بأطواق متعددة بهذه المظاهرات. نعم. كيف تم إطلاق الرصاص بالأمس وتم سقوط عدد من الضحايا بين جرحى وبين قتلى في هذه المظاهرات؟ الأمر الثاني، عندما يقول الكاظمي بأنه هذه المجاميع يسميها بالمجاميع المسلحة، لا يستطيع أن يطلق عليها صفة الإرهاب، لأن إذا أطلق صفة الإرهاب يجب عليه أن يتخذ الإجراءات القانونية بحقها، والسؤال هل يستطيع الكاظمي أن يتخذ إجراءات قانونية بحقها باسم الإرهاب؟ أنا أعتقد بأنه لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الخطوة. القضية الأخرى، عندما يحيل هذا الملف إلى القضاء، فبمعنى أنه يقول ليتم إخراج هذه القضية من خلال القضاء حتى نقول بأنه تم لم تثبت الأدلة وتم إطلاق السراح، وهذا ما حصل بالنسبة لقاسم مصلح، لأن هناك عملية تواطؤ حكومي كبير جدا مع هذه الميليشيات ومع جرائم هذه الميليشيات طوال الفترة الكاظمية، ليس في فترة الكاظمي فقط، وإنما في يعني عندما تتنصل الحكومات عن المجازر التي ارتكبت في مناطق أهل السنة المغيبين في الأنبار، في الفلوجة، في الصقلاوية، في الرمادي، في صلاح الدين، في نينوى، ولحد هذه اللحظة لا يقبلون بأن يكونون هؤلاء هم شهداء لكي يأخذون حقوقهم يعني كشهداء. لحد هذه اللحظة هناك إشكال حقيقي في عدم الاعتراف بمثل هذه الجرائم. طيب. أيضا سيد فريق العقيد حاتم الفلاحي، هناك نص بيان رئاسات الأربع شدد على أن الأحداث الأخيرة تهدد استقرار البلاد، ولكن هل تعتقد أن هذا البيان يرتقي لمستوى الحدث وما حدث من تهديد للدولة؟ لا أكيد لا يرتقي، يعني إذا لم يصحبه إجراءات حقيقية بفرض سيادة، يعني لا سيادة للدولة الآن، لا قانون في الدولة الآن، هناك
قوة قادرة على أن تفرض أرادتها بقوة السلاح. إذن نحن أمام فوضى في العراق. يعني عندما تفشل الدولة في الدخول إلى جرف الصخر طوال فترة من عام 2014 وإلى يومنا هذا، كيف يكون لهذه الدولة إمكانية وقوة، وكيف تحترم هذه الدولة من قبل مواطنيها؟ نحن أمام إشكال حقيقي. يعني بالأمس هذه الأحداث لم نسمع تصريح للبرلمان العراقي، لأنه فاقد للشرعية وفاقد لقدرة التأثير في الملف العراقي بشكل كبير جدا. يعني أما هذه الاجتماعات التي تجري الآن لا قيمة لها على في الوضع الداخلي، لا قيمة لها، لأنها لم ترتقي إلى مستوى اتخاذ إجراءات رادعة لهذه الميليشيات، وبالتالي ستبقى هذه الفوضى هي العلامة الفارقة في المشهد العراقي. من هنا أيضا أستاذ عبد الله سلمان، يعني بخصوص بيان الرئاسات شدد على إقامة الانتخابات بوقتها، برأيك لماذا يراد حرف الأمور يعني عن مسارها الصحيح، ويعني ولكي يقال إن ما حصل هو خلاف بشأن الانتخابات؟ يعني هل إقامة الانتخابات تحتها ما يحدث الآن من سلطة واضحة للميليشيات سيخرج البلاد من مأزقها؟ هذا يرجعنا إلى مفهوم الدولة. نحن كيف نقيم انتخابات وليس لدينا دولة؟ هذا هو المفهوم. أما بياناتهم وتصريحاتهم وتعليقاتهم الثلاثية والرباعية هي محاولة ضحك على الشعب العراقي. كل الرئاسات اللي موجودة اللي اجتمعت ليس لها إرادة. أخذ الجانب القانوني، لا تستطيع السلطة القضائية أن تفرض إرادتها على الميليشيات، ولا تستطيع رئاسة الوزراء تفرض سلطتها. وأما رئاسة الجمهورية وإحنا نعرف كيف هدد رئيس الجمهورية وهرب إلى السليمانية من الميليشيات. فأي سلطة أي بيان يخضع لتفسير الأمور. أما الذهاب إلى التأكيد على أن الانتخابات ستجري، أيضا هو الموضوع موضوع احتلال المنطقة الخضراء. فشو علاقته بالانتخابات؟ يعني العلاقة واحدة فقط، أنه لا هيبة للدولة، لا وجود للدولة، لا وجود إمكانية لتجاوز عقبة السلاح. فإذا بهذه الطريقة أن الانتخابات مهزلة. الجهات الأربعة تؤكد أن الانتخابات مهزلة. في ظل هذا الوضع في هكذا صورة ومشهد سياسي مضحك حقيقة أن يجتمعوا ويقولوا إحنا جهات سلطة. هذه التفسير السياسي لهم عجيب. فكيف للمواطن أن يحمي نفسه؟ هي الدولة ما قادرة تحمي نفسها، اللي يسمونها دولة. مقراتهم غير محمية، فكيف المواطن راح يحمي صوته أو يجي يدخل إلى الانتخاب؟ واضح استاذ عبد الله. وكيف للمرشح؟ نعم. أيضا قبل الختام استاذ حسين العليان، نبقى مع بيان الرئاسات. شدد المجتمعون في هذا البيان على ضرورة احترام القرارات الصادرة من عن القضاء، واحترام يعني إجراءات مؤسسات الدولة. هل تعتقد أن يعني هذه الرئاسات وبكل سلطاتها قادرة على احترام القرارات القضائية، خصوصا بعد إطلاق سراح مصلح؟ يعني إذا ترجع معي للوراء، من هو مسؤول الحشد الشعبي في العراق؟ المشرف على الحشد الشعبي ليس وزيرا عراقيا خلال ثلاث وزارات متعاقبة. وبالتالي إذا كان رئيس الحشد الشعبي اليوم في السلطة التنفيذية، والحشد الشعبي يتصرف رغما عن أنف كل السلطة التنفيذية في العراق وكل السلطات في العراق، فمعنى ذلك احنا نعيش في غابة يعني لا علاقة لمنظومة الدولة فيها. كل يعمل على الإله، وكل يعمل لحساب من يدفع، وكل يعني المؤسف انه اموال العراق اللي تدفع كما ذكرت لك، يحاربوننا بانفسنا وباموالنا وبدمائنا. يعني هذا العراق المستباح اليوم، مستباح عراقه فقط نظام سياسي فاسد. مطلوب أن يستمر هذا النظام السياسي الفاسد القائم على المخاصصة. والحديث عن الانتخابات واستمرار الانتخابات هي ضرورة أمريكية للتلهي. حتى الولايات المتحدة لا تقول أنها هي من تسببت في هذا الدمار، وأنه اليوم في اسأل المسؤولين الأمريكان بيقول لك اليوم العراق هو البلد النموذجي في الديمقراطية،
وهي الديمقراطية، نعم. هاي إرهاصات الديمقراطية التي تنتج لنا دولة. نعم. هنا المشكلة الحقيقية. واضح. الولايات المتحدة الأمريكية هي أس المشكلة في العراق. نعم. وعندما نعم. نتحدث أو يتحدث آخرون حتى عن خروج القوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، سيصطف بعض المثقفين ويقول لك مو راح تستفرد بينا الميليشيات. نعم. ما هو مستفرد بوجود الأمريكي. خلي الأمريكي ينطلع يعني. من العراق ثم واجه مصيرك أنت كشعب عراقي وتفهم على قضاياك حتى تعرف منه كتارك على الأقل. نعم أستاذ حسين العليان كاتب والباحث السياسي من عمان، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، وأيضا نشكر سيد عبد الله سلمان الباحث والسياسي من كوبنهاجن، شكرا جزيلا لك سيد عبد الله. في الدقيقة الأخيرة، في كلمة أخيرة سيد العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني كيف ترى مستقبل العراق وفق ما يحصل والمستقبل الأمني والسياسي قبيل الانتخابات أيضا المقبلة وثورة تشرين أيضا؟ نعم. من يبقي على النظام في العراق حقيقة الآن هو الإرادة الدولية، وإلا هذا النظام هو فاقد للشرعية بشكل كامل، وهناك غضب شعبي متزايد، وهناك فشل في إدارة الدولة منذ عام 2003 وإلى اليوم. إذا كان رئيس الوزراء غير قادر على أن يقف بوجه هذه الميليشيات، فكيف لقاضي في محكمة أن يقف بوجه هذه الميليشيات ونطلب منه احترام الإرادة القضائية الموجودة في العراق ومؤسسات الدولة؟ إذا كانت مظاهرات لم يتقبلها الطرف الآخر واستخدم العتاد الحي لتفريقها وقتل الكثير من الأبرياء، كيف سيتم لهؤلاء أن يسلموا النظام السياسي في حال فوزهم بالانتخابات بسهولة وبطريقة سلسة؟ أنا أعتقد أننا أمام مشكلة حقيقية في العراق. هذه المشكلة تكمن بوجود دولتين في العراق، دولة توقفها الإرادة الدولية والدولة الأخرى تابعة إلى أجندة خارجية وهي مدعومة من قبل إيران بشكل كبير جدا تسليحا وتجهيزا، وهي تعمل على السيطرة على المال في العراق وتقوم بقضم مؤسسات الدولة شيئا فشيئا وتسيطر على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في العراق. أمام هذه الإرادات هناك إرادة أخرى تمثلها المتظاهرين وانتفاضة الشعب العراقي، وهو من يراهن عليه الجميع بأنه يجب ترتيب الصفوف ويجب أن تكون هناك مظاهرات منظمة وهناك إمكانية للعمل السياسي المنظم للتخلص من هذا الوضع البائس في العراق. إذن شكرا جزيلا لك العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، وأيضا نشكر مشاركة الدكتورة آلاء عبد اللطيف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، الشكر موصول لكم. مشاهدينا الكرام من الرافدين إلى اللقاء.